السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم زعلوك ديال شي فلور. كنحتاجو شي فلور، بعد ما نقيناها كنعبرو فيها نص كيلو. عندنا جوج حبات ديال المطيشه، 3 الفصوص ديال الثوم، نص معلقه ديال الخرقوم عود، راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الفلفله حلوه، راس معلقه ديال الفلفله حاره. عندنا زيت العود ومليحه. غادي نفور شيفلور ورجع معاكم. بعد ما فورت شيفلور دابا غندوزو نوجدو الزعلوك. نحط على البوطه، ندير شويه ديال زيت العود، ثومه، غنزيد جوج حبات ديال المطيشة، حكيتهم، نتمنوا على هاد تتشحر هاد المطيشة. بعد ما طابت لينا المطيشة و الثومة، غنضيفو ليها القيمة، غنديرو الملح قياس، كل واحد قياسو ديال الملح، نضيفو الشيفلور،
هادو دوك القليبات اللي كيكونوا فيه حتى هما دانيغي. هذا الزعلوك ديال الشيفلور كيجي تا هو بنين، بدلو شويه ماشي غير دنجال دنجال، بعدا شويه نبدلو. خلو دابا تتشرب فيه القامه مزيان، صافي دابا الزعلوك ديالنا وجد. هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك بالشيفلور. الى عجبتكم الوصفه ديروا لايك واشتركوا في القناه، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. بالصحه وراحه.